هيلثي حين وطبيعي حين جوي جميل تعباني انا حبي غير كل شيء اصير كل هباني انا جني تكنولوجي عندي حجي تابعني انا وبس سياسه بس عيارة حجي قادري يعني ايه اللمة واللمة مهتمة مجموعة لو حبيت فيك كل شيء المعنى والكلمة الفكرة والبسمة عشان اهلك ويت طبيعي جوي جميل انا حب كل شيء صغير انا كذي تكنولوجي عندي حجي تابعني انا وبس سياسه بس عيارة حجي قلت لك قاعد هني مرضت يا ريم. مساكم الله بالخير شباب بنات اللي قاعدين يتابعونا. اليوم دشينا باليوم 20 من رمضان وبلشت العشر الاواخر وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. امين. بلشنا بالعشرة ايام الاخيره من رمضان، الكاونت داون بلش، العد التنازلي بلش، العد التنازلي بلش، باقي 10 ايام راح نعرف شنو العمل اللي فاز ومن اللي فاز بالتصويت من المشاهدين اللي قاعدين يتابعونا الحين. اكيد سواء اللي بالفيسبوك ولا اللي يتابعونا بالتلفزيون. اول شيء بدايه الحلقه حاب اشكر حلويات سعد الدين لانهم كل يوم قاعدين يزينون للاستوديو بحلوياتهم و الله. الاشياء بس نوافي بمعجنات حلاوه الجبن. نواف يقول انا ما اكل سكريات انا نواف يبي معجنات واسرار قالت تبي كيك بليز الدين زين. فطبعا مثل ما قال بدر نشكر حلويات سعد الدين على العموم. طبعا مسناكم الله بالخير وطبعا مثل ما قال البدري انها اخر 10 ايام من رمضان ان شاء الله يا رب تكون عليكم بخير وهنا وسعاده. يعني ما ادري بس انا صراحه مستانس وايد انه صار عندي واتساب يعني. واو بيك سربرايز هذا. بليز بليز دونت تيل مي اجين. يعني انتوا اللي تحبوني تشوفوني بالواتساب راح تلاقوني واتساب. واو عموما خلونا نقول بالبدايه حق بدر كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. ما تشوف شهر ما تشوف شهر ما تشوف الحمد لله على السلامه بدر. الله يسلمك. كل عام وانت بخير يعني بمناسبه العشر الاواخر يعني ايام وايد حلوه وطاهره حق العيد مقدما. زين إيه؟ سالفه الكسار بريلك انت امس شنو ولا شيء لازم اقول إيه لازم اقول اذا ما قلت انا اقول بدر راح يلعب كره وتزحلق. لا 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 كنت ماسك كتر وقاعد حاط بلاستيك جلاس لحظه قبل تكمل مكتدي ولا لا عشان هي اللي ودتني المستشفى. لا لا هي اللي ودتني المستشفى. اي زين فحاط كوب بلاستيك على حضني وقاعد اقصه بالكتر فراح الكتر كان طالع بنطلوني متبطل ولا شنو رفعت البنطلون كذي ايدي ولا اقعد كرشة ريلي كلها لقيتها متبطلة يعني كان منظر وايد جميل صورته وريتكم اياه بال المشكلة انه يا غرفة الميك اب يوريني الدم مريم انا اتوقع انه بدر لما شقت ريله طبعا هو معروف عنه انه وايد دراما اتوقع انه لما انطحت قام يصارخ لا 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 والله بالعكس يعني امي اللي استنفرت وتبي تلبس وبسرعة تبي توديني حق المستشفى. لا لا بدر ما كان مستنفر لانه لما شقري له بالكتر يا تذكر انه لازم اصور فراح يا بالايفون وصورت هذا المفروض زين انا راح اقول طريقه التصويت. قولي طريقه تمر داخله شيء تمر داخله شيء اي ما ادري شنو الشيء بالعافيه عليكم. اي تعالوا صدق قبل لا تجيكم طريقه التصويت ترى احنا يعني ما شاء الله شهر 8 عندنا كل اعياد ميلاد فعندنا عيد ميلاد مساعدة المخرج سارة فطبعا لازم نسوي لها هابي بيرثدي تيو كايبنا لها اليوم حلو. اي طبعا انا ما يعني ما اعرف اغنيها بس راح اغنيها يلا يلا هابي سنة لا بالعربي سنة حلوة يا سارة سنة حلوة يا سارة سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا سارة. هذا شكو يعني كيك يا قلنا يلا حالا بالم بالم لا واحد اثنين ثلاث سيرة يلا حالا بالم بالم بالام. انزين مساء الخير شباب بنات اللي قاعدين تتابعونا. ابي اذكركم طريقة التصويت كالعادة نرد نعيد ونزيد ونقول لكم ان طريقة التصويت الوحيدة اللي راح تحتسب حق الجائزة اللي راح تتوزع هنا عندنا بجاذرينج هي المسجات. تدزون حرف الجيم بالعربي او جيم بالانجليزي حق الارقام اللي قاعد تطلع تحت بالشاشة
يجيلكم مسج تكتبون اسم العمل اللي انتم عجبكم سواء كان مسلسل او برنامج منوعات او مسابقات مع اسمكم الثلاثه وتردون تدزونه مره ثانيه. الطريقتين الثانيين عندنا بالفيسبوك جاذرينج شو وعندنا بالتويتر @الشاهد تي في. يس اوكي. هاي شباب بنات، طبعا شكرتها وحلويات سعد الدين وصدق حلوياتهم وايد حلوه، احب اشكرهم وايد، وهم ما انسى اشكر صالون الوازو بالذات اليوم مدام لينا وايد اشكرها وايد، طاقم البرنامج طاقم الصالون كلكم اقول لكم ثانك يو وايد ما قصرتوا. فاكيد راح ناخذ فاصل ونرد عشان احنا صار لنا كم يوم ما دشينا وايد بالديتيلز بالمسلسلات والبرامج عشان الضيوف اللي كانوا منورينا. بالضبط. فناخذ فاصل صغير ونرجع لكم. زوم نهلسي حيل مو طبيعي غير جوي جميل تابعني محمد عندي جميل محمد راح نغير الاغنيه خلاص والله راح نغيرها ولا مره قالها صح ولا مره قالها صح انزين ردينا لكم من عقب الفاصل. طبعا حابين نبلش بالمسلسلات اول فكالعاده نبلش بالجليب او سهر الليل نبلش لا لا انا ودي اليوم قبل لا نبلش مسلسلاتنا نبلش بالمسلسل اللي انت قلتي عنه لان احس شكلها يازت لك القصه. اي والله صراحه شوفوا وراح نتكلم عن انت ليش كذي؟ ايش فيك ما تفهمين؟ ما عندك ضمير؟ اوف 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 اي دونت نو اقول يلا يلا منك يلا اي دونت نو واي بيكوز ليش؟ اسمعوا خل اقول لكم سالفه هالمقطع. طبعا كلنا عارفين مسلسل علمني كيف انساك اللي مالت فنانتنا حبيبتنا هدى حسين والفنان نجم اوكي مال هدى حسين ومال الفنان النجم احمد خالد امين والهام الفضاله طبعا هذول النجوم الثلاثه اللي موجودين. القصه ما فيها انه هدى حسين كانت مرت خالد امين خانها مع الهام الفضاله تزوج الهام الفضاله بالسر لان الهام الفضاله مطلقه فلما ياها استانست شلبت فيه دخلت يتزوجها غصب انزين ما خلقت على اللي قلت لها عريس حبيبتي هو لا اسرار ليش حطت عينها عليه وهو متزوج وكان يحب مرته هو اللي هم هدوا بعض هم هدوا بعض وهو اللي دق عليها كان تقول لا لا تخليني اغير لا تخليني اضطرني اغير رقم تليفوني كان يقولها احبك ابيك ابي ارد لك ابي اتزوجك بلا 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 فهو اللي هو اللي رد لها مو هي اللي قطت نفسها هو اللي بس هي المفروض انها ما ترضى لان هي لان هي حاشها موقف ما يخالف لو يحب مرته ما 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 يتزوج عليها اوكي بس هو ما خلينا نكون صريحين هو ما سوى شيء غلط هو تزوجها بالحلال بعدين شوفي خليني اقول شيء هو صدق مو زين بس جاب لها هديه بالفالنتاين وجاب حق مرته الثانيه هديه يعني ما فارق اجنط نفس الشيء بالفالنتاين ما فارق ما فارق ما فرق بينهم ايه ما تعرفين تقولينها قولي بالفلم فلم زين انا بفهم وبعدين يعني كل قصص مسلسلاتنا والله العظيم ترى متشابهه انت اسمع السالفه خيانه وغدر وطلاق ودنيك لمتى المسلسلات اصلا حتى اضاءه ما أف ما في وما يبون لنا مدافعين حتى حق اضاءه هذا القوس قزح اللي حاطينه وكشاف وحتى الكاميرا مو تعبرين انه يبونها ترايبود ولا كرين ولا شاريه ولا شيء لا بس كذي يمسكونها و... المهم سمعوا كذي انا مخي يصير بالمسلسل تزوج يعني هو مو كان متزوج الاثنين هدى حسين لانه قالت له انا ما بيك فكمل ويا الهام الفضاله طافت عليهم 15 سنه اوكي ما في اخطاء ليش؟ لانه صدق يعني وي تحس هدى حسين كبر والهام الفضاله نفس ما هي هذا خطا لا بالعكس هذا خطا ان الهام الفضاله ما كبرت انا قاعد اقول لك خلي الهام الفضاله قال صوب انا قاعد احكي عن هدى حسين صدق وي حسيت انه كبر المكياج اللي كبر وخالد امين حطوا له شويه شيب مريم هذه الحركه حلوه هو اساسا بالعمل ان الهام الفضاله اصغر من هدى حسين بالقصه اوكي بس هي من يعني تقريبا من عمر خالد امين لان اثنينهم كانوا يشتغلون مع بعض يعني كم فرق بينهم 3 سنين اوكي صار لنا 16 سنه ما كبرت ولا انا قاعد احكي عن انه طاف بدر طاف يعني كتب بعد مرور 15 سنه ايه؟ خالد امين صار وجهه في لحيه وهدى حسين قللت مكياج بوايد وشعره شيء فحسيت انها شويه صدق شويه كبر بس الهام الفضاله نفس ما هي ما تغيرت حافظت على نفسها وشبابها شنو انزين حلو اي لان لقيت لها ريل باقي خربت بيت كامل هدمت بيت كامل اخي يمكن تستخدم كريم ضد التجاعيد اسمع بعدين صار انه واحده عاشت عند الابو وواحده عاشت عند الام، اللي عاشت عند الابو ان هي وايد اوبن مايند وعايشه يعني بجامعه برا وتدرس برا وايد فري وشعرها ما شاء الله الشقار اللي هي فيه يعني حابه ان بناتنا يصبغونه حق التار مع صيف وايد كان روعه،
يعني اكيد انتم شفتوه، اللي ما شافه خلي يشوفه. وايد كان او صبغه منه؟ لا صبغه الفنانه حلا، يعني لون شعرها وايد كان ابيض، لونها ابيض مو ابيض، كان ابيض مكوكر. من الفنانه؟ كذي كركمي لونه؟ يعني ما كان ابيض ولا كان ابيض ولا كان فقيره من قصه امها وابوها شيبت. لا هي، لا هي والله انتم عارفين، لا ان هي ستايلها امريكي. اوكي ان هي وايد امريكي. هذه الفنانه حلا، هذه الفنانه حلا كملي. فتزوج يعني صار عرسها امس، فكانت قاعده تهاوش امها، فامها كانت قاعده تتذكر قبل العرس ان شلون بنتها شلون كانت تكلمها، فهي لان هي ان شاء الله يعني تدرس برا وتحكي انجليزي عدل، فامها قاعده تصارخ عليها شو تقول لها؟ اي دونت نو واي، شكو اي دونت نو واي، معقوله ما تعرف تقول انه اي كلمه بالانجليزي انه ترد على كلام هدى حسين؟ زين قالتها كامله، زين ما قالت اول حرف من كل كلمه. لا يعني اي دونت اندرستاند و كم اون و وات دو يو مين باي ذات، شو تقول لها هدى حسين؟ يو نو وات اي مين؟ وتحكي عدل احسن لك. يعني شني قاعد اشوف هذا؟ لانه يعني وايد حسيت انها قاعده تتفلسف. يعني انا بفهم بساهر الليل، طبعا وجه لهم تحيه كلهم، بساهر الليل يابا وسماح قندور تحكي لبناني وهي امريكيه وتدرس بامريكا، وما نوهوا ان هي لبنانيه، اصلها لبناني امريكيه من اصل لبناني. إيه؟ لا ما حطوا، هم ما نوهوا ولا حلقه من حلقات ساهر الليل قالوا ان إيه؟ ان هذه لبنانيه من اصل امريكي. لا هي قالوا ايه، قالوا من بدايه المسلسل ليومك هذا انها هي امريكيه. وقاعد ندش باحداث ما شاء الله عليها الامريكيه، الحين ترطم ولا كلمه اصلا. انا كنت عارفه تحكي امريكي وايد صراحه، يعني وهم هذه حلا ان نفس الطريقه ان هي تحكي انجليزي كلامها كله غلط. مو معقوله ما يعرفون يتكلمون ولا جمله، يعني خلاص انت عندك دور مدته فتره بسيطه. يمكن الكاتب ما يعرف انجليزي، ما يعرف. اوكي الكاتب ما يعرف، ما في حد ما يعرف انجليزي، الكاتب ما يعرف يكتب انجليزي، خلاص لا تحط لها دور انها تتكلم انجليزي. بالضبط شكلها غلط مو حلو، او يمكن هم يبون شعرها ما له داعي. شوفوا المسلسل من عقب ما مر 15 سنه صار اي اعتقد انه كله انه كان ماك شيء جديد، يعني تتوقعون انه 15 يوم ويقفل المسلسل وايد. شو اسمه هذا المسلسل؟ علمني كيف انساك. هو لانه علمني كيف انساك، يعني علمني كيف انساك، يعني عطني شيء وانساك بعد 20 سنه. لا شوف هم كانوا وايد فوق، كان اوكي. انت ما قلتي لي، ما قلتي لي المقطع، المقطع ان هدى حسين كانت قاعد تزف بنتها، لان بنتها بس هذا اللي بتقولينه؟ ان لا اللي بقوله ان القصه كانت واو بالبدايه، يعني بدايه المسلسل حلو، صار وايد تحت، نزل مستواه وايد، لان بس انت قبل الحلقه حسيت خربطه ولا اكو. قبل الحلقه قلتي لي على مقطع كانت فيه هدى حسين قاعد تزفها، كانت تقولها لا مع خالد، ان لما جت العرس او شيء كذي، إيه من بعد يعني، لان ما كانت بتروح عرس بنتها، لان بنتها اسلوبها وايد مو حلو مع امها، يعني وايد ان تقطع عليها حكي، فيوم عرسها لان خططت على العرس وكل شيء وما اخذت راي امها. بس اسراء شنو اللي ما عجبك من المسلسل من بعد 15 حلقه؟ ان انا اقول لك ان 15 حلقه كان الواحد لما يطالعه صدق يندمج، مو مجامله، جد تطالع التصوير ينرفز، لانه ظلمه والكاميرا لا لما يتهاوشون اكثر شيء، لما يتهاوشون مثلا هدى حسين وخالد امين تشوف الكاميرا شي بس تهزهز كذي كذي كذي، بس انه صدق قاعد يتهاوشون. لا وايد التحرك، وايد لويا، وايد يعني يعني زياده عن المفروض انه يتصور. 15 حلقه كانوا وايد وايد وايد، الواحد لما يطالع صدق يندمج. امس من اول امس لما بلشوا 15 الحلقه الثانيه ما ادري ايش فيهم، قلبوا القصه فوق تحت، يعني كان المفروض انه تكمل الاحداث. اللي انا قمت اطالع التلفزيون اقعد اكل، اقعد اسولف، خلاص يعني ما قمت اندمج نفس ما انا كنت اندمج من اول شيء لاخر شيء. الساعه 2 على دبي، بس تو قلتي مقطع حلو اللي هو لما زين اي ف بس تو قلتي مقطع حلو انه لما التقت هدى حسين بخالد لما التقت هذا اي مقطع عور قلبي، لان هي اساسا بالمسلسل كله هي تقطع القلب صدق، لما بس وايد تصارخ اسرار وهدى حسين، يعني بس تحيه بس بكل مسلسلاتها تصارخ، ما تصارخ الصراخ الطبيعي، لا تصارخ بس صدق صارت. امس انا قلتها اسرار، قلتها حق الفنان يعني ثامر الشعيبي، قلت له يعني خلينا نتكلم بدون عنصريه، ان بمسلسل ملكه الانتقاد الرئيسي والاكثر شيء اللي احنا شايفينه مسلسل وايد حلو، بس الفنانه هدى حسين يعني وايد قاعد نشوفها وايد قاعد تصارخ. اي بس هي قاعد تعيش موقف عادي نشوفها تصارخ، يمكن قاعد تعيش، يمكن قاعد تعيش حاله يعني حاله التمثيل او انه وايد مشهد. وايد ممثلين عاشوا في شوي في عندك انت ممثل على ممثل تفرق عنده، يعني في عندك رياكشن مثلا خلينا نقول الفنانه سعاد عبد الله، يعني ما شاء الله عليها هي لما تعطيك نظام ان تكون مثلا زعلانه او هذا تعطيك ان هي بكت ونزلت راسها ومشت، يعني اكثر مسلسلاتها ما تصارخ وما هذا، بس ان تبكي وان انت تحسين يعني انت كذي معانا. يعني شوفي يمكن ويمكن الكاتب